السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم في هذا الدرس سأشرح لكم الدرس السابق الذي كان عنوانه الفلاشر وغمازات السيارة. اليوم سأريكم كيفية تركيب أضواء الإشارة. أولا نحتاج إلى ريليه خاص بالفلاشر ويباع عند محلات زينة السيارات وأكسسوارات السيارات تجدونه عندهم. كذلك نحتاج إلى ضاغطة خاصة كذلك بالفلاشر وسأريكم كيفية عملها وكيفية لأن بها عدة أسلاك، لكن نحن نحتاج إلى 3 أسلاك فقط لأنها أسلاك خاصة بتشغيل الضوء وما إلى ذلك، وكل سلك ركب به مصباح، لكن نحن في هذه العملية نحتاج فقط إلى 3 أسلاك. سأريكم كيفية إيجادها. ثم نحتاج إلى ضاغطة بها 3 مخارج، يعني عندما تضغط من هذه الجهة يشعل لنا مصباح، وعندما نرجع الضاغطة إلى الجهة الأخرى يشعل لنا مصباح آخر. تستطيع أن تستعملها في عدة استعمالات. ثم نحتاج جهاز أوفوميتر لقياس فقط هذه الضاغطة لمعرفة أين هي الأسلاك التي تركب بها. سأريكم هي الأولى، نبدأ بها على بركة الله. نشغل جهاز الأوفوميتر ونضع على صوت الجرس كما نلاحظ هنا عندما نسمع صوت الجرس. أولا سأوضح لكم فقط كيفية عمل ما هي الأسلاك التي نحتاجها. نحتاج إلى 3 أسلاك. ما هي؟ تكون هذه الأسلاك في الداخل المفهوم كيفية عمل هذه 3 الأسلاك. لنفترضها بهذه الشكل، هنا سلك وهنا سلك وهنا سلك. عندما هذا السلك نضع به السالب مثلا، هذا السلك به السالب أو الموجب، نضعه موجب مثلا ليشتغل هذا المصباح وليشتغل هذا المصباح مثل هذا، وضعناه في السالب وهذا في السالب ليشتغلان هما الاثنان، يجب أن نعطيهما موجب في لحظة واحدة. عندما نضغط هذا الزر ينضغط هذا الزر فيلمس كلا هاتين الجهتين، يعني عندما نقوم بالفصل الآن نضع سلك هنا ونبدأ بالقياس في كل الأسلاك إلى أن نجد سلك نسمع صوت الجرس، وعندما نفحص السلك الثاني نسمع صوت الجرس وهكذا. المهم نبحث إلى أن نجد سلك. عندما نضع عليه المجس عندما نفحص سلكان نجد بهما صوت جرس. أعطيكم مثال بسيط، أضع هنا فوق هذا السلك ونبدأ نفحص مثلا بهذا الشكل مثلا نبدأ نفحص 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 بهذا الشكل إلى أن نجد سلك. إذا لم نجد نغير. أنا وجدت في هذا الأسلاك حتى نختصر، وجدت في هذا السلك نضع هنا ثم انتبه إلى هذا السلك هنا، هذا السلك الثاني، نعم وجدت في هذا السلك الثاني نضع على هذا السلك ثم نضغط الضاغطة كذلك حتى لا ننسى، لا نتركها مفتوحة بهذا الشكل، نضغطها لكي يكون التيار مار، ثم نضع بهذا السلك ثم نأتي إلى هذا السلك هنا. سمعنا صوت الجرس وأعطانا قراءة بهذا الشكل، سنسمع ننظر أعطانا صوت الجرس هذا السلك وهذا السلك كذلك نلاحظ، لكن إذا التقنا الأسلاك الأخرى لا تعطينا أي قراءة أي جرس ولا أي قراءة، يعني وجدنا هنا وهنا، يعني نحتاج هذا السلك وهذا السلك وهذا السلك، هذه الأسلاك التي نحتاجها. قلنا نحتاج هذا السلك وهذا السلك
وكذلك هذا السلك، ثم أقوم ب نترك هذا هنا، هنا ركبنا 3 أسلاك في 3 مناطق التي فحصناها. نترك هذه، ثم ننتقل الآن إلى هنا، هذا هو الفلاشر. قلنا الفلاشر يحتوي على 3 مناطق، نقطة 49 و 49 A المخرج، و 31. 49 نركب به الموجب، و 31 نركب به السالب. لفحص بسيط نقوم به، نأتي فقط بالمصباح نضعه على النقطة 49 A المخرج، وسنلاحظ اشتعال المصباح. نضع المصباح على السالب، هنا يشتغل، هنا تحققنا من أن الريليه يعمل بشكل جيد. نقوم فقط بتوصيل التركيبة. نأتي ب، قلنا ندمج، نأتي بالمصباحين، نربط سلكان منهما مع بعض، عند ربطهما سلكان من مصباحان نربطهما بسلك، ثم نأخذهما قلنا إلى النقطة 49 A. يتبقى لنا هذا المخرجين، لنقوم كذلك بفحص، نلصقهما بالسالب، نلاحظ اشتغالهما معا. ماذا نفعل الآن؟ نقوم بتركيبهما، قلنا ركبنا 3 مناطق، نأخذ لا يهمنا، المهم نركب فيه سلكان ونترك سلك باقي. نأتي بسلك من الضاغطة إلى المصباح، والمصباح الآخر كذلك نلصق به السلك الآخر الآتي من الضاغط بهذا الشكل. بهذا الشكل نأتي كذلك للفحص، ننظر اشتغل كلا المصباحين، ها عملية بسيطة. ماذا نفعل الآن؟ نأتي إلى وسط هذا السلك الذي ركبناه من الضاغطة إلى المصباح، نضعه هنا حتى نبقى نستغل مثلا يمين ويسار، ثم نأتي بالآخر ونضعه بهذا المكان. هنا يتبقى لنا الوسط، ماذا يلزمه؟ شحنة سالبة، الشحنة السالبة التي كنا نبحث عنها من هذا السلك حتى يعطينا. نأتي إذن بسلك نربطه كذلك بالمخرج الذي الباقي الثالث، ثم ندخله بالوسط. ثم نأتي بالسلك من هنا ونضعه هنا، ننظر هنا الضاغطة أصبحت هي الأخرى تعمل. بهذا الشكل نكون قد انتهينا من هذه العملية. سأريكم الآن مخطط تفصيلي عنها حتى تفهمونها بشكل واضح. هنا القاطعة الضاغطة مع القاطعة، فقط نربط هنا، نأتي بربط
السالب كذلك مع السالب. فقط هذه نربط 3 نقاط مع 3 نقاط ونوصلهم بسلك إلى السالب. هنا من المصباح نربطه مباشرة بالنقطة 49 أ ويصل بالمصباح الآخر. وهنا من المصباح إلى القاطعة ومن المصباح إلى القاطعة فقط. سأركبها هنا عملية قلنا نضع المصابيح في مكانها. ثم نضع الضغطة في مكانها بهذا الشكل. نبدأ بالتركيب بكل لوية. الآن تابعوا معي. قلنا الموجب نضعه في النقطة 9 من هنا 49 من هنا المكان 49. نضع الموجب في النقطة 49 والسالب نضعه في النقطة 31. وهنا قلنا نقطة من المصباح نأتي بسلك من المصباح الأول وسلك من المصباح الثاني نقوم بربطهما معا بهذا الشكل، ثم نوصلهما بالنقطة 31. يتبقى لنا سلكان من المصباحان، سلكان من المصباحان قلنا هذا السلكان من المصباحان نقوم بتوصيلهما مع الضاغطة الأخرى. استمعوا معي، إذا لم نريد استعمال هذه الضاغطة نوصل فقط هذه بالضاغطة من هنا وهذا السلك بالضاغطة هنا بهذا الشكل، ونأتي بسلك سالب ونوصله مباشرة بالسلك السالب للبطارية. سيستغل مصباحان، أنا أريد فقط إيصال الضاغطة هي الأخرى. قلنا الضاغطة نوصلها لنفس هنا، نقوم بإيصال فقط هذا السلك بالسلك الآخر ونضعه هنا، ثم نأتي بالسلك الآتي من المصباح المتبقي ثم نوصله بالقاطعة ثم نوصله بالمكان الذي حددناه في الضاغطة. يتبقى لنا السلك الذي سيوصل إلى السالب والمنطقة الوسطى للقاطعة.
نبحث فقط عن فيشة. ونوصله بهذا المكان. سأعيد تركيب هذا السلك في مكانه. بهذا الشكل، ثم نقوم بإيصال الكهرباء. نقوم بإيصال الكهرباء، سنجدها تشتغل. بهذا الشكل إخواني، نضغط على الضغطة بهذا الشكل، نكون قد انتهينا من هذه اللوحة. وهنا كما يتبين لكم مخطط التركيب. نرجو أن تطبقوا عليه فقط الفكرة. نرجو الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.